هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا روان وعمري 20 سنة، متزوجة من 7 شهور. أنا تزوجت شخص متزوج، هذا هو صاحب أبوي. صارت له مشاكل مع زوجته وانفصلوا، بس الانفصال ما كان انفصال رسمي أو طلاق رسمي. هي راحت بيت أهلها وهو عايش حياته، فقرر يتزوج. أبوي وأمي منفصلين وكانت حياتي صعبة ما بين بيت جدي وبيت خالتي، متنقلة من مكان لمكان لأن أبوي مو مستقر بنفس المدينة اللي احنا عايشين فيها، فمرات يجي انتداب ويروح ويرجع، فكان صعب إني أبقى في البيت مع أبوي لحالي وأنا البنت الوحيدة من أمي. يعني أبوي عنده زوجة سابقة قبل أمي وعندها عيال منه، لكن كانت مرة علاقتنا فيهم سيئة وصعب إني أعيش معهم، فكان أبوي عايش معاي وهم عايشين بالدور اللي فوق. في البداية أنا كنت موافقة ومقتنعة بالزواج هذا على أساس إنه هذا هو الشخص اللي رح يأخذني من حياة التشتت اللي أنا عايشة فيها. فتزوجت وكان مرة فرحان فيني، طلعنا شهر عسل، كان يحبني ويوديني وكنت فعلا مستانسة وأشوف فيه العوض، لدرجة إني تعلقت فيه وكنت أحبه جدا واستمريت معه بحياة جميلة سعيدة تقريبا أول 3 شهور من زواجنا. لكن بمجرد ما رجعت زوجته تتواصل معه وتوصلني أخبارها، خصوصا إنه مرة سمع خبر إنها تبي تتزوج وتبي تتطلق منه عشان تعيش حياتها، كان مرة معصب ومتضايق وكان يفكر إنه يرجعها، وفتح الموضوع معي وقال لي الشي هذا إنه ممكن ياخذ جماعة من أهله ويروحون هناك، يعني بين أهلها وأهله، وترجع بشكل إجباري. أنا وقتها قلت له هذا الشي راجع لك وأنا أهم شي إني بشقة وهي بشقة وما لي أي علاقة فيها. رجعت طبعا وصارت تحط شروط وتعجيز له وتلعب في أعصابه، حسيت إنه ما صدق إنها رجعت تعطيه فرصة النقاش، وهي اللي كانت مقررة الطلاق. بنفس الوقت بدأت أخاف على وجودي بحياته وإنه إذا يحبها بالشكل هذا ويهمه أمرها ممكن يطلقني ويرجع لحياته معاها، وأنا ما أهمه بأي شكل من الأشكال. بالوقت اللي أنا حبيته وبدأت أتعلق فيه وأشوفه أحلى شيء بحياتي. في الفترة هذه طبعا بدأت تتغير أمور كثير، بدأت ترسل ناس يوصلون لخبر إنها رح تفرض على زوجي إنه يطلقني إذا رح ترجع، وبدأت تزعجني بكلام تسب أهلي وتطلع كلام وتسئلي عند الناس المشتركين اللي بيني وبينها اللي هم أهل زوجي. كنت إذا اجتمعت معهم أحس إني ثقيلة بينهم وكأنهم ما يطيقوني، كأنهم شايفين إني إنسانة دخلت كده بحشرية في حياة ولدهم وارتبطت فيه وخربت حياته، رغم إنه زوجته طالبة الطلاق وتركتهم من شهور قبل زواجنا. كنت في كل مرة أجتمع مع أهله ويسمعوني كلام أخته أو أمه، يرمون كلمات كبيرة وقوية علي يجرحوني فيها، وإذا رجعت البيت واشتكيت زوجي منهم يقول لي ما عليك منهم، طنشيهم، ما أبي أسمع سوالف الحريم، بطلي أسلوب الأطفال. يعني ما يأخذ الموضوع بأهمية ولا يدافع عني ويعرفهم قيمتي أو يتكلم عن وجودي وأهميته بحياته قدامهم، وكأنه خايف يعترف أو يذكر قدامهم إنه يحبني أو يدافع عني بأي شكل من الأشكال عشان ما يوصلون الموضوع لزوجته. فكنت بجد عايشة بضيق وحالة نفسية سيئة منه، ما أدري إيش أسوي، ما أدري أنا إيش بحياته، يحبني ما يحبني، يبيني ما يبيني، زوجته أكيد أهم. يعني مرة بجد حالة صعبة عشتها وندمت إني دخلت في المعركة هذه. مرة كنت قاعدة معاه وأشوفه هو يتابع حالات الواتس، وجاء على حالات زوجته وكنت أشوف اسمها معروف بجواله، فأقول له ليش تشوفها، يعني ليش تتابعها؟ قال لي هذا شيء خاص فيني. يا جماعة الخير مو بس كده، كنت أشوفه يكتب تعليقات على حالات الواتس اللي تنزلهم، وكان الشيء هذا مرة يزعجني، خصوصا إنه واضح هو اللي يطارد وراها وهي تسوي عليه ثقيلة واللي هي تبيه. فكنت مرة أنغبن منه وما أدري إيش أقول، فمرة حاولت أتناقش معاه وأقول له يعني طالما إنها قاعدة تتلاعب فيك كذا ومو راضية ترجع، وش اللي جابرك تخليها على ذمتك؟ ليش ما تطلقها وخلاص، انهي الموضوع هذا، ولا أنت عاجبك الوضع اللي أنت عايشه كذا متعلق؟ لا هي اللي رجعت لك ولا هي اللي ابتعدت وانتهى موضوعها. قام يحلف ويقول لي والله مستحيل أتركها أو أخليها تاخذ غيري، ويأكد لي إنها زوجته رح تبقى على ذمته لآخر العمر سواء رجعت أو لا. بالفترة الأخيرة تطور الوضع وصاروا خواته مرة يضايقوني، أشوف حالاتهم وشلون مسوين لها احتفال بعيد ميلاد وأمور تافهة، يعني ما كان له داعي إنها تنزل بحالات الواتس.
فحسيت إنهم بس يتعمدون يكررون ويأكدون لي إنها موجودة بحياتهم. بدأت أتأكد إنها موقفة رجعتها على طلاقي، وإنه زواجه مني كان بس عشان يستفزها ويقهرها ويرجعها لذمته غصب. المشكلة أنا ما راح أقول لكم إنه ما يحبني، أحس بحبه واهتمامه ببعض الأوقات، لكن المشكلة أحس الشي هذا جاي من مبدأ شفقة وعطف علي، لأني تناقشت معه بكل صراحة عن ظروفي وعن المعاناة اللي عشتها وانفصال أهلي قد إيش أثر فيني والأمور هذه. فمرات أحسه يقول لي أنا معاكي وأنا سندك من مبدأ إنه عطف وشفقة، لكن كحب يعني حب زوج لزوجته لا، ما أحس كذا. تعبت من المواقف اللي قاعدة تصير معاي من تغيره علي من فترة لفترة، أحس نفسيتي مرة تعبانة وصايرة حساسة من كل موقف. طول اليوم أشوف وأسمع الطرق اللي تستخدمها عشان توصل لي خبر وجودها وأهميتها في حياة زوجي. أمور كثير قاعدة تضايقني وتضايقني جدا، لدرجة بدأت أقرر وأفكر إني أنفصل وأبعد عن الإنسان هذا وأخليه يعيش حياته. يمكن إذا ابتعدت أنا وطلقني هي توافق وترجع له ويرجعون لحياتهم، أنا الدخيلة بينهم، لأني بجد أحس إن المكان هذا مو مكاني والناس هذه مرعبة وما تخاف الله. أخاف يتبلون علي بشي، يسوون لي موقف ويحطوني بأي حاجة ممكن يشوهون فيها صورتي قدام زوجي وقدام الناس ويطلعوني بفضيحة من الزواج هذا. فصرت أفكر بجد إني أطلع وأنفذ بجلدي وأبعد عن الناس اللئيمة هذه، لأني تعبت. وزوجي مهما كان طيب وحنون علي إلا إنه ساعات كأنه ما يعرفني وغريب علي، تفكيره متقلب وكل موقف يترك تأثير فيه ممكن بطريقة أو أخرى إنه رح يرجع زوجته وإنها رح ترجعه وتقنعه يبيعني. يعني وجودي بالحياة هذه مو مستقر أبدا، ولا نفسيتي قدرت تستقر، ولا قدرت أحس بالحياة ولا بالسعادة اللي كنت أحلم فيها. بجد تعبت، حاسة إني محتاجة أبعد بعيد عن كل الناس، يمكن أرتاح وفعلا أهدى. انصحوني إيش أسوي، لأني بجد تعبت ماني قادرة حتى أفكر أو أقرر. اكتبوا لي في الكومنتات. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.